أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجريد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية مشاهدينا الكرام من مقال للكاتب أياد العنبر في صحيفة المدى، جاء بعنوان فوضى التصريحات والابتزاز السياسي. يقول الكاتب إن الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة في العراق بات يستهويها العبث والفوضى، وربما أصبحت وظيفتها العمل على إدامتهما للهروب من الاستحقاقات السياسية المتعلقة بإعادة الاعتبار للدولة. لذلك في كل أزمة يتم تقزيم المؤسسات للدولة وتحويلها إلى حلبة صراع بين الأطراف السياسية المتنافسة على الهيمنة والاستحواذ على الدولة ومواردها ومؤسساتها. نتابع. المفارقة أن النخب الحاكمة في كل أزمة يعبرون عن إهانة واضحة للنظام السياسي ومؤسساته. لك أن تتخيل أن الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية تحارب الابتزاز السياسي والمحتوى الهابط، ولكن هذه الظاهرة التي تحاربها باتت تنتشر في مؤسساتها الأمنية، إذ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة الأمنية تعمل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صفحات بأسماء مستعارة لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم. قد يكون هذا الاختراق مسألة اعتيادية تحدث في كثير من البلدان، لكن عندما تتبنى الحكومة حملة ضد الابتزاز السياسي وتحاول أن توجه هذه التهمة إلى شخصيات إعلامية وناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أنه ينتشر في مؤسساتها الأمنية وعلى مستوى قيادات أمنية بمراتب عالية تصل إلى فريق أول ركن في وزارة الدفاع ولواء في وزارة الداخلية وغيرهم من المراتب الذين يصل عددهم إلى 14 ضابطاً ومنتسباً، فالموضوع عندئذ يتحول إلى فضيحة تحتاج وقفة من قبل الحكومة للوقوف على مستوى الانهيار الذي تشهده مؤسسات الدولة ونموذجها المؤسسة الأمنية التي ترتبط مباشرة بتفاصيل حياة المواطن اليومية. هذه الحادثة مرت مرور الكرام من دون توضيح ملابساتها. ومن موقع كتابات نقرأ مقالا بعنوان جدلية الطماطة والمحروقات للكاتب جعفر العلوتشي. نزلت مقررات رفع أسعار البنزين وتغيير ساعات الدوام، نزلت كالصاعقة على رؤوس الناس من جراء تداعياتها وتوقيتها غير المناسب أو المدروس على وجه الإطلاق. ففي شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء الذي كان المواطن ينتظر فيه بادرة حكومية تعينه على أعباء الحياة وارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الغذائية ومنها اللحوم تحديدا، نجد أن العكس هو ما حصل برفع سعر البنزين بأنواعه. ارتفاع أسعار النقل بالنسبة للمركبات التي تعتمد المحروقات أصبح عذراً شرعياً لمن يود رفع أسعار المواد الغذائية على خلفية هذه التسعيرة الجديدة التي ضربت المواطن البسيط في قوته اليومي، وعليه أن يتصدى مكشوفاً لعمليات الزيادة في الصرف، وهو لم يستفق بعد من هول ارتفاع سعر الدولار وزيادة الضرائب بما لا سابق له. لا أعلم من أشار على الحكومة بل ورطها بمثل هذه المقررات التي لم تكن مناسبة أو موضوعية على الإطلاق، بل العكس هو الصحيح. فالمواطن لا يزال يعاني من فقدان الخدمات البلدية والصحية، ومع ذلك يصدم بطريقة مروعة وبمقررات أقل ما يقال عنها أنها صعبة جداً. فقد زامنت ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع أسعار بحجج النقل وغيرها، مع العلم أن الموازنة الاتحادية التي يفترض أن تكون قد رسمت ملامح البلاد الاقتصادية لسنتين لم يكن هناك أي شيء يعيق صفو أجوائها إطلاقاً.
وما زال سعر بيع النفط الخام عند مستويات جيدة وزيادة مضطردة في الإنتاج، لذلك كله لم يكن من المنطق أن يتقبل الشعب هذه المفاجأة. ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالاً للكاتب فيصل القاسم بعنوان: هل هو مخطط واحد لتهجير أهل فلسطين وسوريا والعراق ولبنان؟ موجة جديدة من الشعب الفلسطيني تنضم اليوم إلى موجات اللاجئين السوريين والعراقيين واللبنانيين من قبلهم. بعبارة أخرى، يجب أن لا ننظر إلى تهجير الغزاويين وربما سكان الضفة لاحقاً على أنه مجرد نتيجة لعملية طوفان الأقصى، بل هو في الحقيقة جزء لا يتجزأ من مشروع تهجير وتغيير ديموغرافي يشمل سوريا والعراق ولبنان وربما غيره لاحقا. أليس الأردن نفسه في خطر ويواجه تهديدات مستمرة؟ ماذا يفعل الحشد على حدوده منذ أشهر ولمصلحة من؟ هل نحتاج إذن إلى إثباتات وبراهين على أن المنطقة تخضع اليوم إلى إعادة رسم ديموغرافياً؟ هل عمليات التهجير والتغيير السكاني الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة مجرد نتيجة للصراع؟ وكيف لا نذهب بعيداً؟ تعالوا ننظر إلى ما يحصل في لبنان منذ سنوات، فعمليات التهجير تحدث بطريقة غير مباشرة عن طريق تمكين عصابات إيران من رقبة اللبنانيين وتحويل حياة الملايين منهم إلى جحيم. ولا ننسى أن العملية كانت قد بدأت أصلاً بالعراق بعد الغزو الأمريكي الذي أدى إلى تهجير أكثر من 6 ملايين عراقي وقتل مئات الآلاف وإعادة رسم الخارطة العراقية على أسس طائفية، وهذا ما اعترف به من قبل حاكم العراق الأمريكي برايمر الذي قال حرفياً: إننا جئنا إلى العراق لتغليب طائفة على أخرى، وهذا يعني ضمناً التهجير وإعادة رسم الخرائط الديموغرافية بما يخدم الاستراتيجية الغربية الكبرى في المنطقة. هل يا ترى بعد هذا المخطط المفضوح من عمليات التهجير والتغيير السكاني المنظم في المنطقة سيكون وضع أهل غزة أفضل من وضع السوريين والعراقيين واللبنانيين؟ أم أن ما يحدث في غزة هو جزء لا يتجزأ من المسلسل ذاته؟ ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالاً بعنوان: مقاومة الأمة بين علماء الطوفان وعلماء السلطان، للكاتب سيف الدين عبد الفتاح. يقول فيه: ليس من وظيفة العالم المدح والتبرير للسلطة، بل وظيفته الأساسية مراقبة شرع الله وتحقيقه. ويضيف الكاتب أن فكرة المقاومة الحضارية والتي تترافق مع مفهوم علماء الأمة الذين يمثلون الأمة والتزام شرعتها، فعين علماء الأمة على الشرع ومراقبة الشرعية، وعين أخرى على عموم الناس في الأمة والحفاظ على ضرورات حياتهم. من أهم ما كشفت عنه معركة طوفان الأقصى أنها أشرت وبشكل واضح لا لبس فيه إلى أن المقاومة تعد خياراً استراتيجياً ليس فقط لها ولكن للأمة بأسرها. والتمييز بين مسارين حيال مقاومة الأمة علماء الطوفان ومسار آخر يمثله علماء السلطان، ولكل مواصفات ومواقف. من أهم ما كشفت عنه معركة الطوفان إنها أشرت وبشكل واضح لا لبس فيه إلى أن المقاومة تعد خياراً استراتيجياً ليس فقط لها ولكن للأمة بأسرها. وتمييز بين مسارين حيال مقاومة الأمة علماء الطوفان ومسار آخر يمثله علماء السلطان، ولكل كما قلنا مواصفات ومواقف. إن علماء الطوفان يطوفون بنا في خبرة المسلمين في ذاكرتها التاريخية والحضارية، ويكشفون عن دور العلماء في المقاومة الحضارية للأمة وجوهر وظيفتهم الكفاحية. العالم الحق اجتهاد وجهاد، ينظر للفتوى فيما يخص الأمة وتحدياتها الحاضرة لا باعتبارها فتاوى استراتيجية وحضارية فحسب، بل هي جهاد بالفتوى. هكذا يجب أن يكون دور العالم، يمكن المقاومة فيها
بل يعد العلم فيها في طليعة المقاومة والجهاد، مستلهمة أدوار الإمام بن تيمية الجهادية وأدوار العز بن عبد السلام سلطان العلماء. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت إرسال دفعات جديدة من الأسلحة والذخائر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم حجم المجازر التي ترتكب في قطاع غزة باستخدام هذه الأسلحة. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الاحتلال يشن حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية وعرقلة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات وفاة بين أطفال ومسنين بسبب قلة الغذاء في مناطق الشمال. نتابع. تغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير، الذي يقولون إنه يمنحها شعوراً بالطمأنينة بالإفلات من العقاب. ولليوم 176 على التوالي يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية. إن حزام الأسلحة الأمريكية الجديدة لإسرائيل تتضمن أكثر من 1800 قنبلة MK-84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة MK-82 زنة 500 رطل. والقنبلة الأولى استخدمت سابقاً في مجزرة جباليا شمال قطاع غزة مع بداية الحرب، وأدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بعد أن قصفت طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً كاملاً. الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. لم يعد وجه طفلة سجى جنيد ابنة السنوات الأربع يشع بابتسامتها الجميلة المعتادة التي كانت تعتبر سمة مميزة لها، فقد حلت محلها ندوب حروق تركتها غارة إسرائيلية خلال الحرب على غزة لتغطي ملامحها بحزن وألم. الأناضول زارت الطفلة سجى وهي على سرير علاجها في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث ترقد مضمدة الرأس بينما يظهر وجهها الصغير غارقاً بندوب الحروق. تلك الندوب بمظهرها الذي غيب جمال وبراءة الطفولة لم تكن مجرد علامات على جسد الطفلة سجى، بل شكلت آثاراً مؤلمة حفرت في روحها الصغيرة، حفرت
في روحها الصغيرة ستصاحبها مدى الحياة. ومع ألمها الشديد وندوب الحروق التي تعلو وجهها، يبقى حال الطفلة دون إطلاق ابتسامتها المعهودة بسبب آلام الحروق التي غطت وجهها الصغير. ويحاول والدها الذي يتأمل بعمق بكل الإمكانيات لإخراجها من دوامة الآلام والمعاناة إلى لحظات سعادة وأمل رغم الصعوبات التي تواجههم، وخاصة خلال رحلة علاجها الذي لم يعد متوفرا في القطاع بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية الشرسة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الزول المتعود يشرب كيف، ياكل كيف، يشرب كيف، يقابل من نص رمضان يعني يخطط لرمضان كيف، المساله دي كلها ما عادت متاحه. يعني نحن شغالين زي ما رزق اليوم باليوم، شغالين رمضان اليوم باليوم، ودي ما المشكله. المشكله انه زمان انت كان بيدك في ناس كتار تقدر تصلهم وتشوفهم، وحتى لو عندك القليل اللي بتقدر عليه تديه للناس، الان انت نفسك بقيت محتاج. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.